السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء ومتابعين قناتي وفيديو جديد. وهنعمل دلوقتي فكرة للدول جميلة جدا، هتساعدكم قوي في ان انتوا يعني تعملوا حاجة كده سهلة وبسيطة من شريط ستان رخيص جدا. يعني هاتي نوع رخيص واعمليه لبناتك عادي في البيت، وكده كده اصلا التوك ما بتقعدش كتير، يعني يا دوب يعني مثلا ممكن العيل يلبسها كام مرة، البنت تلبسها كام مرة كده، وبعد كده ما بيبقاش ليها يعني رونق زي الاول. اهم حاجة ان احنا هنستخدم الولاعة علشان نظبط شريط الستان، وكمان في انواع كتير جدا من الستان. لو عاوزة تعمليها بقى مشروع وكده هتجيبي النوع الغالي شوية، ده نوع رخيص اللي هو وش واحد، النوع التاني الغالي بيبقى وشين. هنحتاج دلوقتي قطعة اي نوع ستان بقى عندك، 1 سنتي، عندك 2 سنتي، او 1.5 سنتي، مش مشكلة. هنحتاج ايه؟ 6 سنتي بالظبط. هنحتاج كمية كبيرة، عدد قطع كبير يعني، وبسرعة كده نقصها عشان المقص بتاعي تلم. يعني هنقيس عليهم بقى 6 سنتي كده. هنبتدي بقى ايه، نقص 6 سنتي، عدد قطع كتير، وبعدين هقول لكم هنعمل فيه ازاي. ثواني بس هوقف الفيديو قبل ما اقص وارجع لكم. بص يا جماعه، قصيت كميه حلوه اهي، ممكن احتاج تاني، لو احتاج تاني هوريكم هنا ايه. هحتاج بقى قطعه على الشكل ده، بنجيب قطعه مستطيله وبنعملها كده، وبعد كده نقوم قاصين الحته الزياده دي. فانا هعمل نفس الحركه دي في قماش الجوخه اهو، هنجيبها كده وهنجيبها كده، والمفروض ان احنا هنقص كده. يا رب بس المقص التلم ده يطلع، يطلعها مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تطلع مظبوط، يعني مش هتنفع. المهم يا جماعه، حاولت اطلعها بالشكل ده على قد ما اقدر، يعني حطيت الجزء دوت اللي انا كنت قاطعاه بالورق حطيته عليها كده، وقطعت زيه يعني، وقمت قاطعه ودورتها شويه من الحروف علشان الحواف ديت ما تبقاش ظاهره معانا بعد ما نحط عليها هنلزق عليها. يعني هتشوفوا دلوقتي هنلزق ازاي. المفروض ان انا هجيب ولاعه، انا عايزه المفروض الزقها، ممكن تلزقيها بالشمع، ممكن تلزقيها الاول بالولاعه كده كده لحد ما يلزقوا في بعض. هعمل الاشكال دي كده. طبعا الولاعه بتلسوع جامد في الستان ده، فخلوا بالكم. في بعض الافكار بقى بيعملوها، بيخلوا فيه هنا رسمه كده ويعملوها مثلا كده، ثانيه واحده اجيبها لكم كده، وبعدين يعملوها كده، بتبقى لها شكل برضو، بس انا هعملها سادة المرة دي كده. يلا بينا نلزقهم مع بعض. حتى انا هنا المرة دي ما سويتش الاطراف عشان انا كده كده هلزقهم مع بعض بالولاعة اهو. طبعا ده كله هيتدايره بقى بعد ما نلزق بالشمع ونحط الاستراس او اللي اسمه ايه ده. بصوا يا جماعه، انا عملت اهوت الاشكال، واحنا هنلزقهم دلوقتي مع بعض وهنشوف هنحتاج حاجه تاني ولا لا. طبعا الاشكال ديت انا ما بجيبهاش من دماغي، والتصاميم دي بتبقى موجوده على اليوتيوب واي حد يقدر يجيبها يعني. فحاولوا ان انتوا اي فكره عايزين تعملوها ابحثوا بقى في اليوتيوب وشوفوا افكار، سواء بقى هتعمليها لبنوتك او هتبيعيها او حتى عاوزه يعني تعملي مشروع ولسه بتتعلمي، فانا بشجعك. يلا يا جماعه نكمل لزق. هنحط كده كميه شمع، وكل شويه بقى ايه، ما تقربوا تخلصوا الصف هتبصوا تلاقوا بياخد عدد اقل يعني في من اللي هي الستان، قطع الستان اللي احنا عاملينها دي. ماشي،
هنعمل برضو الناحية التانية زيها اهي. والحاجات دي يعني اي غلطة هتقابلك هتعرفي تداريها عادي. لقيتني وانا بعمل لقيتني ناقص في كام واحدة كده، قطعت برضو من الستان وكملتهم. المهم ان احنا نعمل دول قد دول، يعني انا عاملة هنا ديت اتنين يبقى ديت اتنين. بعدين نحط برضو اتنين كمان. حاولي برضو ممكن ترسمي خطوط على الجوخ ده على اساس مثلا ان انت تمشي عليها وانت بتلزقي. ممكن نحط واحدة هنا بقى كمان. نحط واحدة هنا. هنحط هنا بقى ايه استرس او اي حاجة عايزين نحطها. هوريكم دلوقتي عندي الاسترس ده هقطع قطعة، او عندك اللي هو في استرس بقى يعني مقطوع جاهز، وفي صوص اي حاجة عندك تقدري تستخدميها، او لو عايزة تحطي اي حاجة زرار او اي حاجة كده اللي موجود عندك استخدميه، او حاجة من توكة قديمة. انا على فكرة ما برميش الحاجات اللي هي بتاعت التوك القديمة، يعني دي حاجة من توكة كانت عندي هي ممكن احطها بس مش هتنفع في ده. هنحتاج بقى حاجة كده نحطها هنا كده زي دي اهي كده. يا جماعة هنلزق شوية الاسترس. انا كنت بصراحة بدور على حاجة تانية الزقها بس ما لقيتش عندي غير ده. دورت بصراحة على بتاعت لسع. ممكن تحطه في يونكة بس تبقى صغننة عن دي، تحطوها هنا وتلزقوا عليها اي حاجة تانية. المهم ان احنا خلاص يعني نعتبر دارينا الحتة اللي هي فاصل دي بالاسترس. شكلها هيبقى حلو في النهاية. هجيب طوق زي ده. طوق قديم عندي كان في فيونكة وشتيلت. يعني اي حاجة عندك بقى حابة ان انتي تستخدميها تقدري تعملي كده. انا عموما يعني البنات عندي ممكن مثلا بعد فترة بيزهقوا من التوكة فبشيل الرسمة اللي هنا وبحط لهم بدلها حاجة تانية وبيبقى شكله طوق جديد وخلاص. لكن لو انت هتبيعي بتشتري الطوق دي من عند الراجل بتاع الكلف وده الشكل النهائي بتاعها. بتمنى يكون عجبكم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة